السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى البنات إن شاء الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا إن شاء الله عندي في القناة. إذا كنت بطبيعة الحال أول مرة كتشاهدي القناة ديالي فمرحبا بك، ما تنسيش أنك تدعميني بلايك وكذلك تشتركي في القناة، وما تنسيش أنك تفعلي زر الجرس. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي استعملت إن شاء الله ونقصت لي الوزن، وفي نفس الوقت نقصت لي الكرش. يعني وصفه خياليه، وصفه رائعه، وان شاء الله هذه الوصفه هذه يعني في المتناول وسهله ان شاء الله غادي تعجبكم. فانا هذه الوصفه هذه يعني استعملتها في هذا رمضان هذا اللي فات، فلاحظت يعني من الاسبوع الاول لاحظت ان الكرش ديالي يعني بدات كتنقص، وكذلك حتى الوزن وداك الانتفاخ اللي تيكون في الكرش ما بقاش عندي. فانا اليوم غادي نشارك معكم الوصفه اللي استعملت، وكذلك غادي نشارك معكم واحد الوصفه اخرى اللي هي حتى هي رائعه ان شاء الله للدهون او لانقاص الدريات اللي باغين ينقصوا لهذا اللي باغين ينقصوا كذلك الكرش. فيعني البنات كما قلت لكم الكرش راه يعني اكثر الاكثريه ديال السيدات يعني عندهم والبنات، فان شاء الله هادشي علاش بغيت نشارك معكم هذه التجربه ديالي لانها رائعه. غير تبعوا معايا بطبيعه الحال هاد تبعوا معايا هاد الطريقه راه رائعه رائعه ان شاء الله. فكما كيبان لكم هنايا عندي زريعه الكتان، هي هذيك زريعه الكتان يعني المعروفه عليها انها رائعه رائعه كذوب، لان كاع دوك الشحوم او داكشي او داك الزيوت اللي تيكونوا عندنا في المنطقه ديال البطن، وفي نفس الوقت كتضعف صراحه كتنقص لنا الوزن. فبطبيعه الحال موجوده عند العطار كتاخديها، انا خديتها حاولت انني درتها شويه الصهد باش انها تطحن ليا صافي ان شاء الله، وطحنتها كما كيبان لكم هي عاديه، ويعني ملي طحنتها كتجي على هذا الشكل. هذا هي هذه يعني من بعد ما طحنتها، يعني راه معروفه البنات زريعه الكتان. صافي ان شاء الله كنت كناخذ ملعقه، يعني خدي يعني ملعقه صغيره عمريها مزيان وخديها وشربي معها كاس ديال الماء. فانا في رمضان كنت كناخذ معها كاس واحد ديال الماء باش يعني نقدر انني نفطر. دابا في الايام العاديه يعني اللي ما قال لي دابا ما كتصومش وبغات يعني انها تحيد الكرش، يعني تحيد الكرش وكذلك تحيد يعني الضعف شويه، فتاخذها تاخذ ملعقه ديال زريعه الكتان هذيك المطحونه، وتاخذ جوج كيسان ديال الماء على يعني في الصباح ملي تفيق، على بقى ما كلا حتى شي حاجه على الجوع، تاخذها وتشرب معاها جوج كيسان ديال الماء. يعني تاخذ هاد تاخذ ملعقه صغيره تعمرها مزيان وجوج، وتاخذ معاها جوج كيسان ديال الماء، وتبقى واحد نصف ساعه ولا تقريبا ساعه عاد باش يمكن لها انها تفطر في طبيعه الحال، وتبقى يعني نهار كامل وهي تقريبا تبقى تشرب الماء نهار كامل تقريبا، يعني تبقى تشرب الماء وبطبيعه الحال تبعد شويه على الخبز. راه واعره واعره البنات. فانا كما قلت لكم كنت كناخذها يعني منين كنبغي نفطر، يعني يلا قد الاذان كناخذ ديك الملعقه كنشرب معاها كاس ديال الماء، كنمشي نصلي وداكشي كنرجع صافي وكنفطر الفطور ديالي العادي صافي. انا كنت كنديرها غير مع الفطور صافي، كيبقى لي يعني ما كنحسش براسي انني لا منفوخه لا حتى شي حاجه، بحال كتهضم ليا هذيك الاكل اللي تناكل. يعني غير جربوها البنات راه واعره واعره ان شاء الله. وانا صراحه يعني حيت لقيت بها وصراحه ضعفتني ونقصت لي الكرش، هذا الشيء علاش بغيت انني نشاركها مع المتبعات، خصوصا بزاف ديال البنات يعني باغين هاد الوصفه هذه، غير تبعوها وما تاكلوهاش، يعني ما تاكلوهاش وانتوما شبعانين. فالا كليتوها وانتوما شبعانين فراه ما درتو والو، حيت الا كليتوها زريعه الكتان الا كليتوها وانتوما شبعانين كتزيد لكم في الوزن كتزيد لكم في الوزن ديالكم. فهذه هي يعني الوصفه اللي انا يعني درت وحسيت بانها يعني لاقت معايا ونقصت لي الوزن وفي نفس الوقت الكرش. وبغيت نشارك معكم كذلك هذه الوصفه الثانيه اللي حتى هي رائعه رائعه البنات. هذه الوصفه الثانيه ان شاء الله كما كيبان لكم يعني فيها الخيار،
فالخيار المعروف عليه كذلك انه رائع، يعني واحد الديتوكس رائع لهذا لحرق الدهون، خصوصا الدهون ديال البطن. عندي الخيار وكذلك عندي الليمون وعندي التفاح، فالليمون التفاح والخيار فراه رائعين رائعين البنات عن تجربة. بزاف ديال البنات يعني غادي يتفقوا معايا في هاد الهضره هذه ديال هاد التفاح، يعني التفاح خصني يكون هذاك التفاح الاخضر، فدابا راه متواجد التفاح الاخضر، يعني استغلوه بقاو تاكلوه غير هكاك، راه احسن فاش تحسوا بالجوع هزوا تفاحه وكلوها، ولا ديروه يعني عصير قطعوه بطبيعه الحال، هزوا هاد الخيارة قطعوها وقطعوا معاها التفاح وعصروا معاها هذاك الليمون، عصروا ديك الليمونة وطحنوها. فكنعرفوا ان الخيار ما كيبغيش الماء بزاف، يعني غضيف غير واحد شويه ديال الماء وغطحني هذاك الشيء مزيان. فمني كطحنيه، فان شاء الله مني كطحنيه يعني كتبقاي تشربيه يعني ديري هذه الوصفه ديال زريه الكسل، ديريها في الصباح وفي يعني في النهار كامل بقاي تشربي هذا ديتوكس. هذا حتى هو راه رائع، ديال الخيار وديال الليمون وكذلك ديال التفاح، راه رائع كي في نفس الوقت كينقي لينا حتى الجسم ديالنا من اي سموم من اي حاجه، وراه رائع يعني عن تجربه البنات، غير تبعوها يعني كما قلت لكم. وبطبيعه الحال حاولوا انكم يعني تشربوا الماء بزاف، فالشرب ديال الماء بزاف البنات رائع رائع، كينقي لنا كذلك الجسم من اي سموم، وفي نفس الوقت يعني كيرد لنا ديك الحيويه ديال البشره ديالنا. وبطبيعه الحال مع هاد جوج الوصفات راه اكيد اكيد غادي تطيحوا، يعني غادي تطيحوا الوزن. فإلا كنتو فإلا بغيتو تطيحو الوزن فكتنقصو من الخبز وتنقصو كذلك من المعجنات وديرو هاد الوصفات. كنتو فقط بغيتو تحيدو الكرش، فيعني غادي تاكلو الماكلة ديالكم عادي، وغادي ديرو هاد الوصف وديرو هاد الوصفة هادي ديال زريعة الكتان والماء، ملعقة هزوها ملعقة وهاد جوج كيسان ديال الماء، ونهار كامل وانتم يعني تشربوا في الماء. اكيد اجربوها غير سيمانه، كل نهار كل صباح اكيد اكيد غادي تبان لكم الفرق، وان شاء الله غادي تكتبوا لي في التعليق تقولي لي انه يعني بان لكم الفرق في السيمانه. فانا كما قلت لكم تبعتها لمده شهر والحمد لله، يعني لاحظت يعني انها مزيانه حتى في داك الانتفاخ، خصوصا اللي كعدا الانتفاخ ديال المصران فراه كذلك حتى هي رائعه. الناس اللي عندهم السكر زريعه الكتان راه واعره واعره، وكذلك اللي بغات تنقص راه ما كاينش من احسن من زريعه الكتان. وكذلك هاد الليمون والتفاح وكذلك الخيار وشرب الماء بزاف. غير هي ملاحظه يعني ما تاخذوش زريعه الكتان وانتم شبعانين، حيت الا خديتوها وانتم شبعانين ما غادير لكم والو، تولوا تقولوا لي يعني راه ما دات لينا حتى شي حاجه، بالعكس زدت لينا في الوزن. خدوها وانتم خدوها غير في الصباح صافي احسن، باش يعني الا خديتوها في الوسط الوجبات ولا شي حاجه تقدر انها تزيد لكم في الوزن ونوليو في حاجه اخرى. فان شاء الله هذه هي الملحوظه اللي بغيت نقول، ان زريعه الكتان ما تاخذوهاش وانتم شبعانين، حيت الا خديتوها وانتم شبعانين كتزيد في الوزن، خدوها وانتم جيعانين احسن. فان شاء الله كنتمنى الفيديو ديال اليوم انه ينال الاعجاب ديالكم، انا بارطاجيته معكم لانه نفعني، وكنتمنى انه ينفع كاع اي وحده عندها المشكل ديال الكرش او يعني بغات تنقص الوزن ديالها. فان شاء الله هذا هو الفيديو اليوم اللي حبيت انني نشاركه معكم، فكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. فان شاء الله ما تنساونيش باللايك الى عجبكم، وكذلك الاشتراك في القناة. وبسلام عليكم ان شاء الله الى فيديو اخر او وصفة اخرى، في امان الله، الى اللقاء.